مثلا أخت حكيمة الحطري، نعم السيد يوسف غادي شي سحب هنا شي اسمنا. ما كاينينش دابا، ما كاينينش هاد الاسماء هادو، وعندي عاوتاني الحضور وداك الشيء. ما كاينينش هاد الاسماء هادو دابا اللي كيتم التلاوه ديالهم، عدد كبير منهم ما كاينش في القاعه. ايوا ولا لقيناهم كاملين في القاعه اش غادي دير هاد المداخله ديالك؟ نعم سيد الرئيس. ولا درنا تلاوه الاسماء ولقيناهم كاملين هنا اش غتقول؟ لا هذه مساله كتعود لكم انتم سيد الرئيس، لان انتم اللي كتعرفوهم. وانا عارفهم كاينين هنا في القاعه. جا التدخل ديال سي حسن قبيله راه اكد على هذه المساله، ان عدد ديال الاخوان ما كنعرفوهمش بالوجه، والاعداد دابا اللي كاملة ما كايناش في القاعه. الا مشينا للعدد الاول ديال اللجنه ديال ديال المرافق ما كاينش هذا العدد، هذا راه ما كاينش دابا. ودابا زيوس ودابا علاش تقلب دابا ماذا حنا راه حنا، لان انا كنت باغي نكون في اللجنه ديال البيئه والتعمير، وقلت لي بان العدد راه تجاوز ال 20، بمعنى انا قلت لك انا كنسحب زعما ما زعما بشكل عادي ولكن هذوك 19 اللي دابا كاينين في ديك اللائحه راه ما كاينينش، ما حاضرينش، ما يمكنش واحد حاضر ما يكونش. ودابا اسيدي يوسف، واسيدي يوسف صافي، هذه الكلمه ديالك ياك في اطار المرونه، في اطار دابا الكلمه ديالك هي هذه، ماشي كنعقدوا الامور. دابا الكلمه ديالك صافي هي هذه، المداخله هي هذه، واخ واعطيها الميكروف واخ. دابا انت قلتي ربما هاد الناس اللي مقيدين هاد الاخوات والاخوان الاعضاء ما كاينينش في القاع، واذا ثبت بانهم موجودين في القاع غادي تكون هاد المداخله ديالك. إذن دابا دابا السي يوسف إنك تعقل دابا السي يوسف. لا ما عندكش الحق تهضر معاه، ما عندكش الحق تهضر معاه، راك مصوت في القانون الداخلي، ما خصكش تهضر معاه. ولد القانون الأستاذ، القانون الداخلي تيمنع عليك توجه له أي ذاك كلمة. لا ما تجاوزنيش، لا ما تجاوزنيش الأخ العزيز. الأستاذ أنت اللي قلتي، والأستاذ ودابا دابا انت تتقلق وحنايا غادي ندوزو، حنا غندوزو اللي يكون متاكد منه السي يوسف. الله يرضي عليك السي يوسف. ودابا هذا ماشي تعقيد، هذا تهريج، ما بقاش التعقيد، ما عندك ما تعقد لي انا في هذه الجلسه كاع، ما كاينش تعقيد، شنو تعقد في هذه الهضره كاع، شنو تعقد؟ وهو هذا. ودابا منين يجي يهاجم على صاحبو على اخ ديالو، هذا غا تهجوم. اش نناقشو؟ واش هو جاي دابا؟ هو جاي عندي تاني هنا، دابا جاي عندي كاع هنا. راسك الرايس، انا ما كنديرش التهريش هنا. واش جاي هنا؟ عندي الصوت ديال المناضلين ديال السكان، وجاي كنحمي انايا المخرج ديالي وكنهضر على هذه المساله. دابا التهريج عندك في التصرف، هذا تهريج، هذا تهريج من عندك، لا تهريج تهريج هذا، اي تهريج. ماشي سيد، هذا رئيس، واحترم راسك، متبادل. والله ينفعنا بقايتنا. والله ينفعك بقايتك. كلامي في موقعه. أنا أؤدي للمجلس، للسلطة، للجامع.
انا احترمك متبادل، ولكن باش تقول لي التهريش ما نسمحلكش وغتسحبها. لا 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 ما سحبتيهاش، انا كنطلب منك قاتل المجلس انا نعم انا بل بما ب... نعم استاذ، نعم استاذ، نعم استاذ. ها واخا 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 وخليني نرد عليه غنسمعوا نسمعوا واسمحوا لي واسمحوا لي دابا نتوما اسمحوا لي اسمحوا لي السيد الرئيس دابا اسمح لي دابا الاخ المتدخل الكريم، وعندما تقول بانك تحترم الرئاسه واحيي فيك هذا الاحترام، عندما تدخل الاخ يوسف تحاورت معه بكلام وازن